حيدر باب الغرفة مفتوح، هلا بيفوت شي حدا. شو يعني؟ بشو قاعدين عم تحتفلوا؟ لا تكونوا عم تحتفلوا بانه حياة ابني روهان بخطر هلا. انت شو عم تقولي؟ بعدين انت بتعرفي اني بعتبر روهان مثل سمعت هالحكي كثير يا حيدر، بس لو انت عن جد بتهتم بابني روهان مثل ما عم تحكي كان لازم بعد ما عرفت انه مرتك ماتت روهان ليوصلها لغزل، خاصة بعد الشيء اللي صار الصبح، على الأقل كنت عصبت أو عارضتها. أنا خايفة عليه كثير وبالي مشغولة عليه كمان، وانتوا الاثنين هون قاعدين عم تاكلوا حلو؟ قلي ليش فرحانين وعم تحتفلوا حيدر؟ قلي شو السبب؟ لأنه ابني روهان ابن عائلة أختار، كانوا كم شب مجرمين بالشارع اللي ساكنة فيه غزل رح يضربوه. لا تكونوا قاعدين عم تحتفلوا لأنه انتزعت سمعة عائلتنا بفضلكم. يا خالتي، روهان راح يوصل غزل على مقابلة الشغل تبعه، لهيك أنا برأيي إنه ما في داعي تعملي مشكلة من ولا شيء. عن جد عم تحكي؟ جاوبيني على سؤالي دعاء، إذا وصل روهان هديك البنت على المقابلة وكان إقبال ورجاله لاحقين غزل وابني، بوقت أنت اللي رح تتحملي المسؤولية إذا ابني صار له شيء، إلي اللي بتقدري تتحملي مسؤوليته؟ وإذا كنتي أنتي متعاطفة كتير مع هديك البنت، ليش ما رحتي أنتي ووصلتيها وبعتتي لابني؟ شو عم تقولي أنتي؟ نحنا ما منبعت نسوان عائلتنا ليتعاملوا مع الشباب المشكلجية. كأنك مو متذكرة، لو أنه عن جد دعاء ما ناكل همه لروهان ما كانت راحت وعرضت حياتها للخطر لحتى تنقذ روهان من هدول المجرمين. طبعا لأنه مرتك مستحيل تعمل أي شيء غلط، أنت خليك عم تدافع عنها، ما حدا همه شو بده يصير فيني أو بابني. سمعتي شو قالت؟ تعرفي المشكلة إنه معها حق بكل شيء قالته، اللي عملتيه كان غلط، انتي يلي غلطتي. كنت خايف إنه يصير هيك شيء، مو بس روهان، أنا من واجبي أحمي كل فرد بهي العيلة، عم تفهمي علي؟ ومن اليوم بسبب رفقتك مع هديك البنت اللي اسمها غزل هنن صاروا عم يشككوا فيني، بس ولا يهمك، غلطة دعاء أنا يلي رح صلحها. خلص بوعدك ما يصير له شيء. استني شوي، شو عم تعمل؟ موفقة يا جوهرتي، روحي وارفعي راسنا لشوف. أكيد، شكراً كتير إلك. أنا رح ضل ناطرك هون لأنه لازم رجعك على البيت كمان. ما في داعي لأنه أنا ما رح أرجع على البيت، رح أركب بتاكسي وأرجع. أنا بعرف سوق تاكسي كمان. مو معقول حيدر متصل فيني هلأ، رح يبهدلني. وينك؟ وصلت غزل على المقابلة. لوين وصلتها؟ وصلتها لشركة كيدار انفوسيس المحدودة. طيب اسمعني، فورا بتجي لهم. ماشي. في حدا غريب عم يوجه اتهامات ضدي. تعرفي ليش هيك صار؟ عندك فكرة؟ لأنه هاي المرة انت غلط، مع أني حاولت أحكي معك وفهمك بس أنتي ما عم تفهمي علي بنوم. أنا بعرف أنك عملتي الصح، بس خايف هالشي المنيح يلي عم تعمليه رح يعمل مشكلة كتير كبيرة بهاي العيلة. هاي
البنت يلي اسمها غزل ما بينوثق فيه. بس انتي ما عم تفهمي، وهلا رح خليها تبعد عن طريقك وبتشوفي. استني بس وشوفي شو رح اعمل. حيدر اسمعني شوي. حيدر استنى. بوعدك اني رح انتقم منك على الكف اللي ضربتيني اياه، واعمل مشاكل بينك وبين اولادك هنا. خير ما عملتي حياتي.